فنتعرف على طريقة وكيفية تفعيل خط العريض على هاتفكم سامسونج. قم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على إمكانية الوصول، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تحسينات إمكانية الرؤية، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على حجم خط ونمطه، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بتفعيل خط العريض، وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.